بدر ايش تبي؟ تبي فراش؟ تبي خيمة؟ ها؟ يلا رح 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 نجي للرماية الحين نبي ناخذ لنا فراش وناخذ لنا خيمة ان شاء الله خيمة مبيت ونكسر ممكن اصغر فراش تحصلونه هذا فراش حق اطفال نبي هذي ادخل داخل ادخل نم 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 يا شيخ نم نم يا شيخ طبعا هذا خليت مثل اول حمود احنا باخذ مثل هالبدر حمود ما شاء الله قام يطلع رجليه برا ما شاء الله كبر عليه نبي ناخذ واحد الحين البدر طبعا خذينا مستلزماتنا الحين وخذينا بعض اغراضنا وخذينا فراش الذيب هذا والخيمه المبيت فابوريكم حاجه يا جماعه الخير والله اني ماني ملزوم اني اصورها المحل مليان تبارك الله والرمايه غنيه عن التعريف وغنيه اصلا والله عن تصويري لكن القدر هذا اللي تشوفونه هذا انا لو انزل القدر الكاتب من السياره ما راح انزل هذا صراحه بطل بطل صراحه والله العظيم اني اول اقول كبسه وبالكاتب مروح لكن عليها لها نثرياتها تشوفونها هذه على كيف كيف هذا اهم شيء به وشو موزع الحراره يعني لو تشب النار هنا راح توزع تلقائي على جميع الجهات يعني ما هو يستوي حاجه تخلي تستوي جهه وتبقى جهه فهذا انصحكم به في موجود بفرع سكاكا مقاسين لا تفوتونه تجيني استفسارات كثيره عن مواطير الهواء طبعا مواطير الهواء عالم والله العظيم تشوف اوله ما تشوف اخره ولكن برشح لكم المركز الاول هذا تقدر على قيمته خذه وانت مغمض خذه وقل قبيل يطلع المطور هذا وبعده وشو اللي هو هذا بدون دبه راسين بدون دبه هذا طال عمرك ماذا عليه ضمان هذا شركة ARB هذه شركة استرالية من اقوى الشركات الرحلات بالعالم الشركة هذه الحاجة الثانية انا ارشح لكم المطور هذا والله العظيم اني انا مثبت على سيارتي وعلى سيارة ابوي هذا من اقدم المواطير لكن من اجودهم بطل انا صورتها لكم قبل فترة المطور هذا سعره مناسب وهو اداءه يعتبر من افضل اداء مواطير الهواء بعالم الرحلات هذه الفرشة يا جماعة الخير فرشة مع مركوين خاصة بالرماية هذه عليها سماكة صوف هذه داخلها توقع انها صوف ما هي لباد ولا هي من بعض الفرشات اللي تجيك بس تنزالي منتها والقماش هذا داخلها صوف وتجيك طال عمرك المجموعة هذه تشوفونها هذه بالشنطة هذه سعرها اتوقع 210 مركوين وفرشة طول تقريبا 3 امتار بعرض متر وتقريبا 20 سنتي هذه فكرة حلوة صراحة للي ما معه طربال مثلون الشنطة هذه تحميه عن المطر وعن الغبار نخش بهذا العزاب يا حبو كل العزاب فرخ البط عوام يقولون خلني من الحدسي بس الله عليه هذا يا جماعة الخير هذا التريك اللي كنت اول اشغله اصور به هذا تريك طال عمركم تشغلونه على دبات الغاز العادية دبات الغاز هذه صراحة ضوه بطل رايق هذه انا كنت جايبها من الكويت هذه ب 70 ريال والله الذي لا اله الا هو انها بالكويت 390 ريال 30 دينار 390 اتوقع ولا لا هذه ب 70 ريال واختها بالضبط ما شاء الله هذا لا يفوتكم عاد راينا جلسات الرايقة تريك هذا بطل هذه أصغر شنطة عند الرماية شنطة عزبة شنطة شاي هذه على قولتهم لو أنك على رجليك تأخذها معك خفيفة وهذه أغراض دبة غاز وبريق وكاسات وقز هذا اللي هو شركة كوفي هذه شركة معروفة غنية عن التاريخ هذا شكل الغاز هذا كرتونة وهذا حجمه هذا التصفيق صراحة بطل وهذا شكل الشنطة هذا اللي يقول عزبة الزوم عزبة راعي البن هذه عاد انا يا جماعة الخير والله مالي تسبد لو شفت عزبة الشاي لحالها هاللون كذا هذه لازم اخذها نوب تعيسر تسحب الادراج نوب ما تدري عن روحك فاخذ لك واحدة وريح نفسك هذه على قولتهم تحطها على المركبة معك هذه العرض شبر ونص طولها هذا الجاكيت اللي اعلنت له العام طبعا اعلنت له لا بقى منه شيء ولا سبق احد من سب الجاكيت هذا صراحه خفيف شوف الجاكيت هذا خفيف لكن دفاه ما شيء ما تتوقعه
هذا ريش بطة توقع بطل. كل ما قلت بطل بطل والله العظيم ان ابوي كل ما هذه يوصيني كل ما يوفرون كمية ما امكنها. انا يا طراد اني ما امكنها. هذا جاكيت وهذا شكله بس. هذا تحطه بالثلاجة بالمركة معك بين المراتب. المقاس هذا. هذا اكس لارج وهذا مقاس لارج. لا يفوتكم جميع فروع المملكة. الجاكيت هذا لا يفوتكم صراحة. تستغني عن جميع الجاكيتات عنده. هذه الضواية اللي انقطعت عند الرماية. هذه عليها طلب شيء مو طبيعي. ضواية بملاقة. طبعا هذه لها ضوتين من قدام ومن فوق من جانب. هذه انقطعت تقريبا ما يقارب يمكن حوالي 8 شهور. ادورها ما لقيتها. الحين توني حصلها. طبعا هذه مغناطيس. وللتصوير بطلة. انا كنت اصور بها هذه. كم سعرها هذه؟ خذ هذه عزبتك. يلا كل ما عزبته يا بابا ما بها قيطية. يلا همشي راح السيارة. يلا تشببها عند الناقة. يلا غلا اهل الناقة. همشي السيارة. راح يا رجل خذها على حسابي. والله همشي بس امشي. احسب اني مثل ما اغليك تغليني ما داريت انك عدو ويقوماني اثريلك يا مثل فالروح قلبيني قلبي يبغضني وقلبي ويلي النايمين ناس فغرها نوم مشاوير اليوم. فجر ليه ما اعطيتها حلاوه ولا اعطيتها خبز؟ ليه ما اعطيتها الناقه هذه؟ هي هذه وش يا جد الشيخه هذه؟ تبي تنزل يمه؟ ها؟ تركب على الناقه؟ يلا 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 امشي نركب على الناقه. انت زويلك تقز وين روسي؟ امشي 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 يلا يلا امشي. راح افتح لنا الماء. راح 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 الشيخه. اي هي صوت لك كله. شوف شوف ارد الشيخه. الشيخه الشيخه ما شاء الله تبارك الله. افتح الماء. يلا تعال شوف 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 اشرب معهن. روح اشرب معهن. راح اشرب معهن يا خواف. ساردهم. حارت حمود وينها؟ حمود يحفر يعلم. تبي خليك هنا ونروح؟ لا خلنا ندفنك هنا ونروح. احمد جاك وحنا ندوره من اليوم يا بدر. وين يا احمد وين؟ خليت بدر اليوم يدورك. بدر من اليوم هاك امسك 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 خذ الحبل. الحبل امسكه امسك الحبل. متعقد يا حبيبي. يلا خلينا نروح من الغالي ندور الغالي. ندورها ها ندور الغاليه. يلا وين الغاليه؟ وين هذيك الغاليه؟ هذيك يلا علم احمد. قل له قل كثر العافيه احمد. اليوم برد. قل له تحت تحت انت بتحاتي. قل احمد كثر العافيه. ما 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 ما
بدر شوف شواشه شوف شواشه قدام السياره قدام السياره شواشه قدام السياره هنا هنا قدام 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 اي كره شواشه شواشه شو يقولها شو يقولها انت تطيح الحين نزلنا من هنا اذا نزلنا من هنا تطيح ها قل احمد امسكني لا لا تطيح يا ابو طلال يا ابو تعال نمسكها نمسكها جود 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 يلا نبي نروح نشوف الناقه ويجي يا ابو طلال يا ابو طلال يا ابو طلال هو بيقطعنا بالليل وش تقول يا بدر وش الناقه بلاها الناقه تاها هذه رديناها يلا يلا هذا القحات رديناه الحين ندخل من الشبك عشان ما في منا يا من عين الناقه يا من عين ما ادري وش هو شبك على طول صح وش بلاك انت مبصم اليوم وش بلاك خلاص الناقه ولقيناها وقضينا والحمد لله والشكر لله دور الناقه فتح حبيبي انت حبيبي يلا اليوم تعشى بدري انا وياك يا بدر تركز على شنو ازعاج يلا هات كورتك كورتي كورتي يلا هات هات والله انك الذيب هات كورتي وش اسمها هذه كورتي كوتي ولا كورتي كوتي مشي مشي كوتي امشي 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 طبق طبق يلا واحد اثنين ثلاثة العب كورتك يلا العب